متابعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام برامجنا باللغة العربية لهذا المساء، ونشكر لكم حسن المتابعة، راجين أن تتواصلوا معنا وترسلوا لنا ملاحظاتكم وآرائكم عبر البريد الإلكتروني radioadal@gmail.com. بعد قليل تتابعون برامجنا باللغة التيغرينية، وحتى نلقاكم يوم السبت القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كوران سمعتنا تمكنهم رجع دال ما يتم دمسهم لغا يسمعوا بسرعات هكذا تعالسهم زرقوا بزيكاتنا دنسي رجعنا وطر ربوع كراما كالساعة شديسة ساعة عشو عطونا يمشت باقوا هزر أسمرا أبحث غير معبل أسر تحار الشحن شديسة مئتين سرعا كدهار ويون أسران حمشتن متر بان وكذلتي يقوم قواتات عربيان تغرينيان سغطتا ናት ኤርትራን ካሪአን ዝቀላህ ፈነወይ ፈነወረ ዴና ክትከታተሉን ከተስሑን ዓብይ ተስፋ ኣለና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ ሬድዮ ኣዳል እዩ እቲ ኤርትራውያን ናይ መስር ስምዕታ ባይዳቢ ንተቦ ብዝዝርካ ናይ ርሳርካ ኣቢራ ቶታለ ክብራትን ክብራርን ስማዕትና ካብ ሬድዮ ኣዳል ሞቅ ሰላምታና ይተሳሕፍዎም እናበልና